أهلا بكم. سيطر الجيش الوطني على مساحة واسعة من مديرية القبيطة الواقعة في محافظة لحج. صادر عسكرية قالت إن قوات الجيش حررت السلسلة الجبلية الممتدة إلى طور الباحة وتقدمت باتجاه جبل الركيزة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش أهمية التقدم العسكري في القبيطة في محورين. أولا، ما طبيعة التقدم العسكري للجيش الوطني في القبيطة؟ والثاني، ما أهمية تحرير القبيطة على مسار المشهد العسكري في تعز؟ أكدت مصادر عسكرية تحرير منطقة الخميس وتباب حصن الرماة والعديد من المناطق الواقعة في القبيطة بمحافظة لحج المحاذية لتعز. مصادر عسكرية قالت إن تحرير القبيطة من شأنه تغيير خريطة المشهد العسكري وإحكام الخناق على ميليشيا الحوثي بتعز. نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بداية العام الجديد استثنائية هنا في مديرية القبيطة. تقدم مفاجئ للجيش والمقاومة الوطنية في مساحة واسعة من المديرية واندحار للعشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي تحت وقع معركة عنيفة تدور رحاها منذ فجر الاثنين، حصيلة مهمة لمعارك الساعات الماضية شملت تحرير السلسلة الجبلية الممتدة من منطقة موجر إلى منطقة الخميس ومن تباب حصن الرماء الملس والشيخ يحيى إلى أسفل وادي شرار والركب على الحدود مع طور الباحة. تتركز المواجهة إذن في الجزء الغربي من هذه المديرية التابعة إداريا لمحافظة لحج، حيث تمكن الجيش والمقاومة من تحرير المركز الصحي في الخميس الذي كانت الميليشيا قد احتلته قبل أسبوع ونهبت محتوياته، وتمكن من تحرير عددا من المعتقلين بداخله، ومكن الكادر الطبي من معاودة العمل في المستوصف وتقديم الخدمات للمواطنين. المعنويات العالية للمقاتلين في هذه الجبهة تشير إلى تبدل حقيقي في معادلة الحرب، فبعد الهجوم الذي نفذه الجيش تراجعت معنويات مقاتلي الميليشيا ولم يبقى معهم خيار سوى الفرار. فر مقاتلو الميليشيا من هذه المواقع الحصينة مخلفين وراءهم ملابسهم وأمتعتهم لا يلوون على شيء، ومعها خلفوا هذه الألغام المموهة التي تمكن الجيش من تفكيكها وإبطال مفعولها. وائر التسليق الذي وصلناه تمام، وائر التسليق وهذا اللغم وهذا الواير التسليك الذي فصلناه من هذا اللغم حق الحوثة وهذا ثيابهم وكانوا هاربين. بقيت جبهة القبيطة هادئة طيلة الأشهر الماضية إلا من مواجهات متفرقة، فيما بقي صوت الميليشيا هو الأعلى في هذه المنطقة. الأمر لا يتعلق بإرادة المقاتلين بل بمحدودية الإمكانيات والدعم. تقول مصادر ميدانية إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى هذه الجبهة وساهمت في تفجير المواجهات ومباغتة الميليشيا ودحرها من مواقع كثيرة، في تطور يضع القبيطة أمام تطورات عسكرية مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث التي سنناقش فيها التقدم العسكري الذي أحدثه اليوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بسيطرة على مناطق واسعة من مديرية القبيطة الواقعة في محافظة لحج. مصادر عسكرية تحدثت على أن قوات الجيش حررت سلسلة جبلية ممتدة إلى طور الباحة وكذلك تقدمت باتجاه جبل الركيزة. في هذه الحلقة بكل تأكيد سنناقش ما هي طبيعة هذا التقدم، سنتساءل عن ذلك وكذلك عن أهمية تحرير القبيطة على مسار المشهد العسكري في تعز، هذه المحافظة المجاورة لمحافظة لحج. وهناك بطبيعة الحال تساؤلات حول أن محافظة لحج أو أن القبيطة تقع في محافظة لحج، لماذا لم تحرر هذه الأجزاء من قبل؟ إذا مشاهدينا الكرام أرحب بكم من جديد وأرحب بمن ينضم إلينا، أحمد جعفان الصحفي من لحج. أهلا بك أستاذ أحمد. إذا بداية أستاذ أحمد أعطينا آخر معلومات التي لديك حول المعارك الأخيرة في القبيطة. حقيقة كان هناك تحول نقلة نوعية في مسار المعارك وأشار التقرير تماما الذي وضع النقاط على الحروف. كان هناك تطور كبير ولافت في مسار المعارك في هذه المناطق الحيوية والاستراتيجية التي شهدت في الأسابيع الماضية كثافة نارية قوية
كثير من التعزيزات التي جاءت من المناطق المرتفعه من مؤخره يعني من مؤخره الميليشيات في مناطق الحيثان وكذلك من الراهده وتحيد وحجمت صوب هذه المناطق. جدير بالذكر انه كثير من المراقبين قالوا ان هذه التعزيزات كانت تاتي في سياقات متعدده منها الضغط على تلك الجبهه وتهديد مناطق حيثيه واستراتيجيه مثل الاطلال على تلك المناطق والمرتفعات الجبليه وكذلك الاطلال على مدينه طور الباحه التي تعتبر عاصمه وحاضره قبائل الصبيحه وكذلك يعني سحب المقاتلين الذين هم في الساحل الغربي من المخا وتلك والوادعيه وتلك المناطق التي تشهد ايضا حرب بروس يتفوق فيها رجال الجيش والمقاومه في تلك المناطق ويكبدون الحوثيين والميليشيات التي تقاتل معهم الكثير من الخسائر وجاء هذا الهجوم في مناطق القبيطة ومناطق شعب ومناطق طور الباحة حتى يتمكنوا من سحب المقاتلين من تلك المناطق في الساحل الغربي. عموما شهدت المنطقة يعني تحول جدا شباب المقاومة بمعية الجيش الوطني وكثير من ابناء المناطق في 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 القبيطه وفي شعب وفي الجوازعه وفي مناطق عموما استطاعوا يعني ان يرسموا خطط كثيره جدا للهجوم ومباغته العدو في تلك المناطق واستطاعوا في اليومين الماضيين من دحر الميليشيات من مناطق حيويه واستراتيجيه تمكن كثير يعني القائد حمدي شكري وكذلك كثير من القاده الميدانيين ومنهم ايضا ابو بكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاهد الجبلي من تحرير المناطق الحيويه والمهمه في تلك السلاسل الجبليه وتم دحر العدو في مؤشر كبير جدا على تغالب هذه القوات في تلك المناطق ونحرهم باتجاه حيثان وربما باتجاه الراهده وربما انهاء وجودهم من تلك المناطق. طيب أرجو التفضل بالبقاء معنا. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن المتحدث باسم الجيش والمقاومة في مديرية القبيطة علي المنتصر. أهلا بك. إذن يعني تفاصيل المعارك الأخيرة في القبيطة سيد المنتصر، هل حدثتنا عنها وعن أهمية المناطق التي سيطر عليها الجيش؟ أهلا وسهلا أخي، تحياتي لكم كل الزملاء. التفاصيل المعارك بعد سيطرة المقاومة الجنوبية بقيادة خدمة تركي والأخ العميد حمدي جدري على جبل القرن تغير ميزان المعادلة في سير المعارك في مدينة القبيطة بشكل كبير جدا. ناهيك عن التقدم والهجوم المباغت التي جنوا ليلة أمس الجبهة الشرقية في القبيطة على مواقع العدو في سوق الخميس وجبل العنين وجبل النجار. الهجوم كان على اوكار العدو كان لا يدخل بالحسبان ان المقاومه في الجبهه الشرقيه ستهجم نظرا لتضاريس الجبال والمواقع اللي يدرس فيها العدو كون العدو اول ما يهجم على مناطق في جبال فيها تضاريس عاليه يحاول خندقه افرازه. الابطال يوم امس لم يفكروا في الخندقه ولم يفكروا في فارق التسليح ولم يفكروا في كثافه الاعداد لكن كانت تعيناتهم ثلاثة السماء هاجموا هجوم شرس على كل المواقع وتقدموا من ثلاثة اتجاهات اتجاه من الجوازعة واتجاه من جبهات الجبهة الغربية بقيادة العميد حمدي شكري والجبهة الشرقية بقيادة العقيد حسن سالم أحمد القباطي. أثر عن الهجوم عن تحرير مواقع عدة منها مستوصف سوق الخميس ومدرسة الشروق التي كانت تعتبر وتر لعملية العدو ومستوصف سوق الخميس الذي كان فيه أسرى من المدنيين الذين حاول اختطافهم العدو من المرة المسافرين بين عدن وتعز. العدو حاليا يتقهقر، العدو لا يعلم ماذا سيصنع بعد اليوم، اين سيكون وضعه بعد الان؟ قبل ايام كانت قيادات من الميليشيات من ابناء المديريه يحاولون التواصل مع ابناء المقاومه في القبيطه طلب الضم ولا ادري ما الذي كان نواياهم. اذكر الان انه العدو ضاغط على الافراد اللي يحاولوا الهروب الى مواقع الى عدن او الى مناطق محرره. أو انكشفت اللعبة أمامهم وهو الآن يغذبهم في حرب هو الخسران فيها. طيب في هذا السياق أين يتمركز الحوثيون أستاذ منتصر؟ أين يتمركز يعني وكم نسبة الخسائر بالنسبة لهم في هذه المعارك؟ الحوثيون يتمركزون في جبال المرادحة وجبال مطلة على مناطق الحنكة وركب خياشيم
العدو يوم امس تفاجا بان اطفال اللواء العمالقه يقتحمون جبل الركيزه لم يتبقى سوى القليل منه قبل سقوط الشهيد. لكن العدو الان يحاول تعزيز مواقعه، الدائره يوم امس اكثر من 8 قتلى وبغض لا زالت في الطرقات. العدو خسر يوم امس عتاد عسكري وجد في داخل مصروفه سوق الخميس ومدرسه الشروق التي كانت تسيطر عليها، غير المواقع التي كانت في قبه العنين ومواقع اخرى. نعم. طيب الآن عندما نتحدث عن القبيطة، القبيطة هي جزء من محافظة لحج، هي جزء مما يفترض أنه من المحافظات المحررة، لماذا تأخر تحرير هذه المناطق سيد منتصر؟ نعم، القبيطة مديرية من مديرية محافظة لحج، لكن تحريرها يعود إلى عدم الاهتمام بالجبهة من سابقا. الجبهة ظلت تطاول وصامدة حتى اللحظة بسلاحها الشخصي بدعمها الذاتي. لم وعود، نجد وعود ولا نجد تنفيذ. حاليا مع تغيير المحافظ والاخ عبد الله تركي، الامير عبد الله تركي كون المذكور عارف عن تضاريس المديريه وما قال المديريه الجغرافي عن ما تشكل عن خطر بالنسبه لمناطق الجنوب المحرره، مديريه القبيطه مطله على قاعده العنا شرقا، نايت عن المناطق الغربيه اللي مطله على قرى البحر والشعب ومناطق امن ومناطق التربه والمناطق ذاتها. مديرية القبيطة تضاري جبالها تتبع عن سطح البحر كيلوات المترات. مهم جدا ان تكون امنه لتامين الجنوب ضمن تامين محافظه تعز ومديرية القبيطة ومقاصرها ومدورها. نعم. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي سيد منتصر. دعني اعود الى الاستاذ احمد جعفان. استاذ احمد، الان عندما نتحدث عن القبيطة، هل هذه المعركة ستسهم أكثر في تعزيز المعارك في المحافظة المجاورة تعز في مواجهة ميليشيات الحوثي برأيك؟ بالتأكيد، كما أسلفنا في وقت سابق وأخذنا عبارة عن مؤشر مهم جدا من نواحي متعددة ومن أبعاد مختلفة. يعني هذا حاليا يرتبط بخطة تقريبا مدروسة وهجومية لتحرير تعز، وبات الكلام كثير في هذا الموضوع، وهنا يعني على مستويات عاليه لتدارس هذا الموضوع. فبالتالي منطقه القبيطه كما اشرتم يعني هي منطقه حيويه في سياق معركه تعز، وكذلك في سياق يعني المعركه على طول الخط الحدودي الذي كان يفصل الجنوب عن الشمال في ما قبل الوحدة 22 مايو 1990. وبالتالي هذه المناطق الحدودية كلها، وأيضا نحن نعرف أن هناك أيضا يعني كان ليس فقط في المناطق التي تفصل تعز عن لحج وعدن، ولكن أيضا هناك يعني في مكيرات يعني بين البيضاء وأبيان، وكذلك في بيحان التي يعني دار فيها معارك مؤخرا كبيره جدا. وبالتالي المنطقه تتطلب تاتي في هذا السياق العام. عموما يعني حاليا تعد يعني اذا تم تحرير مناطق القبيطه وتحرير الميليشيات من تلك المناطق وتحرير طريق حيفان الرئيسي الذي يربط ما بين يعني تعد ولحج مرورا بمناطق الصبيحه، وكذلك يعني دحرهم من المناطق التي من المرتفعات الجبليه التي حاولوا كثيرا الاقتراب اليها، وهي المرتفعات مناطق الصوالحه والكبوش التي يعني تطل على هيجه العبد وهو طريق الحيان الرئيسي الذي يربط تعز بعدن ولحج. وكل هذه المناطق يعني كان تنظيمهم مركزين عليها لانها مناطق حيويه واستراتيجيه، بالاضافه ايضا الى ان منطقة القبيطة أيضا لها ميزة يعني أيضا ربما تختلف عن الميزات عن بقية المناطق، أنها يعني أيضا تطل هي قريبة من منطقة العنب، قاعدة العنب الاستراتيجية، وإذا تم نصب الصواريخ هناك أيضا سيكون هناك تهديد كبير ومباشر لتلك القاعدة الحيوية، وستوصل احتمال المعركة بين الميليشيات والدول اليمنية. نعم. أحمد جعفان الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من لحج، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد علي منتصر، إذا هناك أولا يعني تساؤلات حول مدى مشاركة التحالف العربي في المعركة الأخيرة والتي يعني أثمرت كما يبدو السيطرة على المناطق في القبيطة. إلى أي مدى شارك معكم التحالف في هذه المعارك؟
التحالف العربي يشارك دائما معنا وطيرانه تحت الاستعداد. في اي لحظه نطلب استعداد لطيران التحالف لاستهداف اهداف مسوره لم نستطع التعامل معها نحن في المقاومه من اي جهه من الجهات، الطيران يتعامل معها مباشره. تقدمنا وتقدم والنجاحات المستمره في كل الجبهات تقريبا لم تنجح الا في دعم واسناد من الطيران التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات. جيد، الان عندما نتحدث عن الخطوه التاليه، هل هناك معوقات لانتقال الى مناطق اخرى لا زالت تحت سيطره الحوثيين؟ هل من مخاوف من الغام او ما شابه؟ نعم، العدو وبدنا من ضمن الاشياء التي وبدناها في اوقار ليله امس الالغام التي لا تتميز عن الاحجار اللي موجوده في المستضعفات الجبليه، الغام بشكل احجار. الالغام هذه هي كانت في خطتهم وبدنا نشوفها موجوده معهم في اماكن زراعتها، ممكن تزرعها في بيوت المستهدفين من ابناء المقاومه يتقدموا باتجاه منازل الناس في المقاومه. الالغام ناهيك عن الجانب في قاعده للعدو والمدفع يضرب على المواطنين قبل لحظات من الان في معكم في القناه كاتيوشا وهناك تصفق على مناطق المواطنين مناطق شرار وسوق الخميس والحوثي دائما من الجهات تعد خسائرها والانتصار عليها في كل المجالات تعود لضرب المدنيين. لم تتجرأ على المواجهه، تعتقد دائما ان يكون اهدافها كلها مدنيه. طيب سيد منتصر، الان مع هذه المعارك في القبيطه، هذه المعارك يعني تزامنت او قبلها حدثت تقدمات في الساحل الغربي، المعركه في تعز ربما تكون مستمره يعني الى حد كبير، هل هناك تنسيق بينكم انتم في لحج في القبيطه تحديدا مع العمليات التي تجري في مناطق اخرى مجاوره لكم؟ نعم، نحن على تنسيق مستمر ومباشر مع غرفه العمليات المشتركه في العاصمه المؤقته عدن. التقدمات هي لا بد منها التحرير، وعندنا عام النصر، عام الانتصار، عام دحر الميليشيات القاضيه الباغيه من مناطق اليمن قريبا، وهي بدات ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا ما تحدثنا عن خطط مقبله للتحرير، هل هناك يعني تحركات متوقعه خلال الايام القادمه في اماكن؟ نعم، هناك تحركات عده ومن عده اماكن، والايام القادمه ستكون حبره بالمفاجات، ونحن لن نقف في اماكننا التي وصلنا اليها ليله البارحه، سنستمر في التقدم، سنستمر ننتظر تنشيط المناطق التي تم السيطره عليها، المناطق التي فيها ذنوب نائمه، خلايا نائمه، سيتم تطويرها باذن الله، لن نهدى ولن نستكين حتى يتم تطوير مدينه القبيطه واليمن ومحافظه تعز كاملا من جنس هؤلاء الميليشيات الباغيه. طيب استاذ المنتصر، يعني الان هذه المعارك تزامنت ايضا مع تغيير المحافظ في لحج، هل كان لذلك علاقه؟ نعم، علاقه كبيره جدا. المحافظ الاستاذ عبد الله تركي عملنا فيه كبير، يوم امس كان على تواصل دائم مع قياده المقاومه في الجبهه، قائد المنطقه الرابعه كان تواصل دائم في جبهه القبيطه، وطلب مننا ايش الاحتياج اللي ممكن نحافظ فيه على النصر التي حققتها ليله امس، ونحن ننتظر الوفاء في الوعود ذلك ان شاء الله. ما هي طبيعه هذه الوعود؟ هل هناك يعني احتياجات عسكريه او احتياجات لوجستيه بالنسبه لكم انتم في الجبهات؟ نعم، احتياجات عتاد عسكري ومعدات ودعم لوجستي، اما الافراد والابطال موجودون، وابناء المديريه هم قادرين على التحرير ودحر الميليشيات من قراهم، ينقصهم الدعم الذي تقدمنا به ووجدنا وعود ان شاء الله باستلامه في الايام القادمه، ونحن ننتظر ذلك، سنظل ننتظر وننتصر باذن الله. إذا أشكرك سيد علي منتصر المتحدث باسم الجيش والمقاومة في مديرية القبيطة. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بمن ينضم إلينا الأستاذ علي الذهب الخبير العسكري من القاهرة. إذا معركة جديدة في لحج في القبيطة تحديدا، دعنا نبدأ بالقراءة العامة لها في ضوء المتغيرات الأخيرة في اليمن. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك استاذ علي. اوكي. شكرا لك ولفريق العمل، ونشكر صوت يكون واضح. اعتقد انه في ضوء التحولات الكثيره استدعى
التحالف أو رئيس الجمهورية لقادة عسكريين، وما أثاره الناطق باسم الحوثيين بالنسبة لدعوته للحراك الجنوبي أو المجلس الانتقال الجنوبي من تقرير دولتين شمالية وجنوبية على أو على نفق انفصالي. أعتقد أنه في ضوء هذه الأمور هناك تحرك للقوات الجيش الوطني بعدد من الألوية في اتجاه المناطق الحدودية حدود ما قبل عام 90، سواء كان ليس في القبيطة فحسب ولكن في البيضاء وفي شبوة، في البيضاء وفي أبين في مكيرات. نعم. وأتصور أن هذه المنطقة تأخرت كثيرا لأنها تمثل ورقة ضغط في أيدي الحوثيين يناوروا بها في المعركة، ولو أن هذه المناطق وتحديدا مناطق محافظة تعز التي تمثل مناطق خص ووصل مع المناطق الجنوبية لكان أوثر أن تنتقل المعركة باتجاه الشمال الحديدة المناطق الأخرى. طيب الآن في ضوء يعني وجود قاعدة العند بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها حوثيون، أليس هناك تهديد استراتيجي حتى وإن كان هناك يعني ربما إرادات سياسية معينة لم تكن تقبل باستمرار المعركة خارج هذه المناطق؟ مسألة القاعدة العسكرية هي لم تعد بذات الحجم الذي يخشى منها، ووجود التحالف فيها سيدافع عن نفسه في حال تعرض لأي هجوم، ولا أتصور أن لدى الحوثيين القدرة الكاملة على الهجوم عليها لأنهم ليسوا مسنودين بقوات جوية وليس لهم قوة تمكنهم من التوغل في هذه المناطق. هم يناورون على الأطراف المناطق كورقة ضغط فقط لإشغال القوات الشرعية من التحرك في أي جبهة أخرى، سواء كان في البيضاء أو في الساحل الغربي أو في نام أو في صعدة أو حجة أو الجوف. طيب الآن مع التغيرات الأخيرة في على مستوى المحافظين أستاذ علي، هل من المتوقع نوع من الانفراجة في ما يخص العمليات العسكرية في القبيطة والمحافظات المحاذية لها المجاورة لها برأيك؟ قد يكون قد يؤخذ من هذا الباب، لكن أنا أتصور أنه الرئيس هادي يخوض معركتين، معركة سياسية ومعركة عسكرية في الداخل. كان الحوثيون يخوضون نفس المعركتين، معركة عسكرية ومعركة سياسية وعسكرية في ذات الوقت مع الرئيس السابق عبد الله صالح. تخلصوا من حليفهم وبقي الرئيس هادي يخوض معركتين، معركة مع الحوثيين ومعركة سياسية مع خصومه في المجلس الانتقالي الجنوبي. ولذلك جاءت تحدثت قراراته الأخيرة بتعيين محافظين وتعيين قادة عسكريين انضموا أو أدرجوا في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تعتبر جزء من هذه المعركة، وهو الآن أمن أن سلم هذه المناطق إلى من يثق فيهم، بحيث أنه تفرغ أو تقطع الورقة أو تسقط الورقة من أيدي الحوثيين التي يناورون بها بين الحين والآخر. فكما أنهم أرادوا أن أعلنوا أنهم يسعون لفصل الشمال عن الجنوب وأنهم يبحثون عن ممثلهم في من المحافظة من يمثل الجنوبيين على حد نصفهم من المحافظة الجنوبية، هذه التحركات التي قام بها الرئيس هذه محاولة لإسقاط هذه الورقة ونقل المعركة من المناطق الحدودية التي حدود مركب 90 إلى مناطق أخرى باتجاه العمق والشمال. أشكرك أستاذ علي ذهب الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة في هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات منتجة الحلقة زميلة شروق القاسمي، وبقية الأفراد في الطاقم الفني والتحريري. إلى اللقاء.